الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان مولاي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. إخوان اللي تشوف الفيديو ولا التحق معنا في القناة لأول مرة ما ينساش يدير اشتراك، اللي عجبته الفيديو يدير لايك، واللي ما عجبتوش يدير ديسلايك ويخلي لنا كومنتير يقول لنا علاش ما عجبتوش الفيديو باش نصلحوا، لكن شي ما يتصلح كالعادة. إخوان أنا يالله ساليت معاكم هذاك الفيديو اللي قلت لكم هذه راه فيها أربعة البيضين، هذو طلعت عندي غير نتوما بيضة. المهم الفيديو راه يالله شفتوه، هو دابا راه اللي تقريبا شي 3 أيام ولا 4 أيام، ولكن راه يالله درته. غير طاحت عليا واحد المسألة اللي بغيت نتكلم بها بسرعة، وكنت تكلمت بها تقريبا في الرد على الاستفسارات ديال المولوع آدم إدريسي. دونك الاخوان هي في مساله التلقين شحال من واحد تيسحب لي ان التلقين تيبدا في شهر 9، وهاد المساله راه غلط. طاير لك انا هاد شي حاجه راه هازه، ما تسناش شهر 9 اللي تبدا تلقنو، وهذا كاين غلط ديال بزاف ديال المواليع اللي تيبغيو يتقنوا المبتدئين، تنقول تيبغيو يتقنوا الطريقه ديال التلقين، وخص يكون هكا ونكون هكا، وانا شفت عند هذا وشفت عند هذا وشفت عند هذا، اجي نخلط اجي نخربق اجي ندير. اكبر غلط هو ان الواحد يتسنى ويعزل الوليدات بوحدهم، يعني ما يسمعوا لا حتى شي حاجه، ما يسمعوا حتى شي غنى، يعني لا والديهم لا بوه لا امه، ويبقاو بوحدهم. هذه دوينه على هذيك النار قلنا تسمى لوطو ايكولاج، اللي والله اعلم وحتى تصلح ليا الانفورماسيون اللي عندي انها من لي ميثود اللي خدامين اللي تيعطيو يعني اقل نسبه ديال النجاح. علاش؟ لان الطير اصلا عنده واحد التغاريد اللي ماشي فطريه. دابا نتايا هو غير ذكرتي لقح النتوى باش نتكلموا على اللوطو ايكولاج، ذكرتي لقح النتوى تنحيدو تنخليها حاضنه بوحدها، غير تيطفط من الوليدات تنعزلهم مع وليدات اخرين، وهكا بحال هكا تنجمع الوليدات. يعني الوليد واخا يكون حتى في البيضه راه ما لقاش الوقت انه يسمع لبوه. دونك هاد القضيه، واللي بنادم تيجي حتى لشهر 9 تيبدا تيلقن بميتر شونتور عنده 6 ولا 7 ولا 8 في الكلوك، وفي الاخر تيقول لك الطيور ديالي راه هزوا جوج ولا ثلاثه، ما عرفتش علاش عندي لاسوش ما خداماش، هذه ما هذه. لا ما كايناش هاد القضيه، راه كما تنقولوا كما عارفين الاخوان تنقولوا في كل دار كي دار، ولكن ملي تيكون في الدار كي دار تيكون مقابل ديال واحد في الدار تيكون واحد عالم كما تنقول، واحد ظالم واحد عالم، راه بحال هكاك في البيئه. يعني راه ماشي كاع لا بورتي تخرج لك كامله تتحفظ، راه بعض المرات تتلقى من عش واحد تتلقى فاجد كره، واحد ضرب سبعه في الكلوك وواحد مخرج جوج، ولا واحد كاع ما هز كاع الكلوك، لان هذاك ما باغيش يهز هذاك الكلوك، ما عاجبوش، ما صعيب عليه، قال بلاش. دونك اللي عاوتاني بنادم راه ما خاصوش يجي من النهار الاول ويبدا يلقن بشي حاجه اللي مرتفعه بزاف. علاش؟ لان الطيور عندهم واحد لي كاباسيتي، ملي تيشوفوا داك الاداء كبير عليهم راه تيبقى تيتمزك الطير، كاع ما تيحفظ، تيبقى حتى هو تيقول الله الا هذا الميتر شونتور تيغني مزيان، ما تيقولش اجي نحفظ منه، لان داك الشيء كبير عليه بزاف. دونك تنمشيو تدريجيا اللي باش تنطلعوا لا سوج ديالنا في النيفو. دونك باش نرجعوا للتلقين، تلقينا الخوت راه تيبدا من الاول، راه تيبدا كما قلنا، وهذا الشيء راه عارفين الاخوان اللي تيديروا التلقين ديال الحصون، راه في البيضه الطاير تيبدا يهز الكلام. دونك راه خاص نبدا معاه من الاول، ماشي نتسنى حتى لشهر 9. دونك تنبدا معاه تخدم معاه، يا خدام معاه ام بي 3، نخدم مع ام بي 3، يا عندي ميتر شونتور نخلي الميتر شونتور. والحاجه اللي خاصني نعرف ان على داك الميتر شونتور انه بحال دابا نقدر انا نعزلهم على والديهم ونخليهم في البلاصه اللي يكون فيها الميتر شونتور، هذه مزيانه، يعني الذكر يلقح النتوى ونخرجوا على النتوى ونخلي هذيك النتوى في واحد ليسباس اللي فيه الميتر شونتور، ومن بعد ملي تفطموا راه عندي بلاصه اخرى سوا فيها ميتر شونتور سوا ديك الساعه راه ديجا الطيور بداو تيهزوا. القضيه اللي خاصنا نعرفوا على الميتر شونتور ان الميتر شونتور ما تيتزاوش العام اللي تيحفظ. علاش؟ لان ملي ما تيتزاوش تيدخل البداله شويه معطل، ما تيدخلش مبكر، تدخل معطل، يعني حتى تيدخلوا الطيور هو تيباقي عاوتاني تيقيل. دونك راه ديجا هذيك بنادم تيغتنم باش تحفظ الطيور، واللي ملي تيخرج من البداله راه تيخرج بسرعه، يعني تيبدا يتكلم باقي كاع ما صفى وهو راه جالس تيخرج في الهضره. وهادي راه الناس اللي تيديروا التلقين راه عارفين، خصوصا التلقين ديال الفلوطه وديال المالينو. دونك ما نتسناش انا حتى لشهر 9 ولا شهر 10 حتى الطير عندي انايا صافي حفظ،
وسد وما بقى عنده فين يزيد، ولا ما بقاش يعني ما راشقاش ليه، لان صافي السيد كبر ما عندنا كي نديرو ليه. دونك خاصني ولا بد ما نتابع لهذه المساله. الاخوان الحفاظه راه تبدا من النهار الاول، وتنديروا لا فينيسيون شهر 9. شهر 9 راه غير تنفينيو ليه لو سون ديالو، غير تيضبط الامور ديالو، راه هو هاز. راه نعطيكم انا خير دليل، انا الطيور عندي ملي بداو تيبجغطو، يعني اللي هاز البول راه تتسمعوا، اللي هاز الكلوك راك تتسمعوا، هما تيبداو يبجغطو. والاخوان اللي معنا في الجروب ديال الواتساب راه عارفين ان راه عندي مشكل هاد الساعه، ان لي ميتر شونتور راه باقي ما خرجوش ليا الهضره، عندي شي وليدات اللي خرجوا الهضره هما باقي. دونك فهذوك الوليدات يعني ما يعني لا تبعنا الهضره ديال الحفاظه في شهر 9، انا ما حفظت في شهر 9، راه الام بي 3 خدام ولكن ميتر شونتور ما خدمش. دونك الطيوره هازين اللي هازين، الطيوره راه هازين اللي هازين، دابا راه غير تنديروا لا فينيسيون. دونك الاخوان انتبهوا من هذه المساله، نبدا من الاول نبدا مزيان، عندي اون استراتيجي، عارف شنو تندير، ما نخربقش وغادي دقه دقه واللي زربو ماتو. وبنادم يكون اونيت، ما يكونش فيه الغشان، ما يكونش فيه التخلويض، بنادم يتقي الله وصافي. هذا ما كان، تبارك الله عليكم، الله يسخر الجميع، والسلام عليكم.